بسم الله الرحمن الرحيم. السبت الماضي ناقشنا في التداخلات أو العلاقة ما بين الحالة المرضية عند المريض والنيوتريشنال ستيتس أو الحالة التغذوية، وتعرفنا بشيء من التفصيل عن ما يسمى بعملية النيوتريشنال اسسمنت أو عملية التقييم التغذوي. طبعا نتيجة النيوتريشنال اسسمنت تتيح أو تعطي فرصة لأخصائي التغذية أن يعمل عملية تشخيص ل المشاكل التغذوية الحقيقية اللي موجودة عند الحالة المرضية أو الكلاينت اللي بيتعامل معها. طبعا في الشابتر هذا اللي موجود أمامنا الآن بنوضح من خلاله كيف أخصائي التغذية ممكن طبعا بالتعاون مع مختلف أعضاء الطاقم الطبي كيف ممكن يغطي المشاكل التغذوية ويزود الحالة المرضية أو يزود الكلاينت عنده بنيوتريشن كير أو ما يسمى بالعناية التغذوية الخاصة. طبعا بما يتضمن ذلك تغطية الاحتياجات التغذوية أو الدايتري نيدز تبعته، لأنها تعتبر العامل الرئيسي أو الكي ستون عندي في البروسيس أوف نيوتريشن كير. عشان هيك احنا هنحكي في الشابتر هذا عن الطرق اللي ممكن يتبعها أخصائي التغذية في تقدير احتياجات المريض من الانرجي أو الطاقة، الكومن دايتري موديفيكيشنز أو عملية اللي هو التعديلات التغذوية ممكن تتبع لحالة مرضية معينة، وكيفية اللي هو الفود سيرفيس أو تقديم الطعام اللي ممكن تتبع في الهيلث كير فاسيلتيز بشكل أساسي أو بشكل عام. طبعا بعد ما يعمل أخصائي التغذية ما يسمى بالنيوتريشن دايجنوس اللي حكينا عنه المحاضرة الماضية أو التشخيص التغذوي، هنلاحظ أن الدايتيشن بيحاول يحدد the appropriate nutrition intervention، يعني التدخل التغذوي المناسب. طبعا nutrition interventions بشكل عام زي ما هنشرح الآن بالتفصيل بينقسم أو بيصير له categorization into four categories، سواء في عندي كان الفود أو nutrient delivery، nutrition education, nutrition counseling or coordination of nutrition care. هذا حنشوفه الآن بشيء من التفصيل، لكن ناخذ بالنا انه معظم nutrition interventions تتضمن او تحتوي على nutrition prescription. nutrition prescription زي هو الوصفة الطبيعية، كان عندي وصفة تغذوية. طبعا nutrition prescription هاي بتزود المريض ب specific dietary recommendations، يعني توصيات تغذوية specific محددة بالنسبة لي اللي هو أنواع مختلفة من الأطعمة، بالنسبة لأنواع النيوترينتس اللي لازم يأخذها، أو حتى بشكل عام الإنرجي والسعرات الحرارية، أو اللي هو طريقة الفيدينج أو إطعام المريض أو إعطائه هذه الأنواع المختلفة من الأطعمة. شغلة تانية عندي، بعض الانترفينشنز أو التدخلات عندي تتضمن ما يسمى بالنيوتريشن إدوكيشن أو التثقيف التغذوي. في بعض الأحيان ممكن يكون في عندي نيوتريشن كونسلنج، المشورة التغذوية اللي هي تهتم بتزويد الحالة المرضية عندي بالنولج أند سكيلز أند موتيفيشن، نولج سكيلز أند موتيفيشن يعني المعلومات المهارات والدافعية عشان تخلي المريض يعني يعمل اللي هو النيسيسري لايف ستايل تشينجز، التغييرات الحياتية المطلوبة منه. بعض النيوتريشن انترفينشن بتتطلب ان يكون في عندي كوردينيشن او تنسيق وتعاون ما بين عدد من الهيلث بروفيشنالز او الهيلث كير فاسيلتيز بشكل او باخر. طيب على سبيل المثال في عندي بعض الامثله على النيوتريشن انترفينشنز بالفور ستراتيجيز اللي موجوده عندي. في عندنا فود اور نيوتريان ديليفري، فود اور نيوتريان ديليفري هذا نوع من انواع الانترفينشن او استراتيجيات الانترفينشن. من الأمثلة عليها إنه بيصير في عندي providing appropriate meals، يعني إعطاء المريض اللي هو أو تزويده بوجبات مناسبة، snacks or dietary supplements. تمام، هذا نوع، هذا مثال على ال food or nutrient delivery intervention. providing specialized nutrition support سواء كان اللي هو tube or intravenous feeding، يعني عن طريق الوريد أو عن طريق الأنبوب. Determining the need for feeding assistance or adjustment in feeding environment، يعني إذا المريض هذا بيحتاج مساعدة في الفيدينج أو بده يعمل adjustment تعديل في اللي هو البيئة تبعت الفيدينج اللي عنده. Managing nutrition related medication problems، عملية اللي هو الإدارة أو تحديد اللي هو nutrition related medication problems، المشاكل اللي لها علاقة ب
الأدوية وتأثيراتها على النيوتريشن أو التغذية عند الحالة المرضية. إذا هنا عندي intervention هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن food and or nutrient delivery. تمام؟ بمعنى إنه أنا بعمل عملية اللي هو intervention خاصة بالfood or nutrient اللي موجود عندي في حالة المرضية. نوع آخر من استراتيجيات الintervention هي عبارة عن nutrition education. تمام؟ إذا هنا أنا بعطي اللي هو instructions. بعطي لو نولج بعطي سكيلز للمريض اللي عندي، لكن ما بزوده بفود، ما بزوده بنيوتريان، تمام، ولا حتى بالفيدنج على سبيل المثال سبورت ولا الفيدنج اسيستنس. انا بعطي له هو معلومات وبعطي له هو انستراكشنز عشان ازوده بالمهارات والموتيفيشن انه يبدا يغير في اللايف ستايل تبعه. على سبيل المثال في عندنا بروفايدنج بيزك نيوتريشن ريليتد انستراكشن، تعليمات لها علاقه بالنيوتريشن. Providing in-depth training to increase dietary knowledge or skills، يعني بعطيه تدريب معمق بحيث انه انا ازيد اللي هو knowledge or skills اللي علاقة بالdietary modification اللي عندي. استراتيجية اخرى من intervention nutrition counseling. Nutrition counseling. الفرق بين education والcounseling انه education انا يعني بأوجهه او بعطيه اللي هو instruction او knowledge اللي عندي، لكن في counseling انه انا بأوضح الخيارات اللي موجودة قدام المريض وهو بخليه يختار الخيار اللي بيناسبه. في النيوتريشن كونسلنج انا بعمل هو helping individual to set priorities and establish goals. انا هنا عندي فقط اللي هو بسميه facilitator، يعني مساعد بسهل على المريض انه يحدد الاولويات تبعته ويحدد الجولز او الاهداف اللي على اللي بيطمح الوصول إليها، وبالتالي بزود المريض انه يصير في عنده نوع من motivations او الدافعيه عشان يبدا يغير السلوكيات اللي هو مش راضي عنها بس مش قادر يبدا في عمليه التغيير. بحاول انه انا ازوده بالحلول المناسبه للمشاكل اللي ممكن تتداخل او تاثر على النيوتريشن كير بلان اللي عندي. هنا عندي فاسيليتيتور بحاول اسهل على المريض عمليه اتخاذ القرار او الهدف المناسب. استراتيجية أخرى من استراتيجيات الانترفينشن عندي هو الكوردينيشن اوف نيوتريشن كير. زي ما قلنا في بعض الأحيان بتطلب عملية الانترفينشن تداخل ما بين مختلف اللي هو الأطقم الطبية. على سبيل المثال providing referrals، بعمل تحويل للمريض على أساس إنه يعمل هو consultation اللي هو عند other health professionals or agencies اللي ممكن يساعد عندي في عملية الأسسمنت أو التريتمنت. ممكن أنا أعمل عملية تنظيم لمختلف طرق العلاج اللي بتتضمن other health professionals or health facilities. Arranging transfers of nutrition care to another professional location، أنا بهيئ أو بأرتب إنه انتقال الحالة المرضية اللي عندي من الفاسيلتي تبعت النيوتريشن كير العلاقة بالتغذية لأذر فاسيلتيز أو أذر لوكيشنز، بعض اللي هو المنشآت أو المواقع الأخرى اللي تتطلبها حسب الحالة المرضية الموجودة عندي. أني نيوتريشن انترفينشن دائما بتتضمن أو بتحتوي على تو انترليتد كومبوننتس، يعني في عندي مكونين لهم علاقة ببعض. المكون الأول بنسميه the planning process of the planning of nutrition care، وأيضا في عند الشغلة الثانية اللي بنسميها إحنا the plans implementation، يعني implementation of the nutrition care plan. إذا هذول هم عندي two components المهمين في أي nutrition intervention أو تدخل تغذية بشكل أساسي. طيب الكومبوننت الأول هو the planning phase، إيش بيتضمن؟ يتضمن ان انا يكون في عندي prioritizing nutrition diagnosis. تمام، بمعنى انه انا بعمل priority for the nutrition problems that were identified، يعني بعمل عمليه اللي هو تحديد الاولويات البروبلم اللي طلعت عندي في النيوتريشن دايجنوستيك. بشوف بالدايجنوست بشوف عندي ايش اللي هو الاولويات للسبيسيفيك بروبلم اللي موجوده عندي. شغله ثانيه انه انا بعمل عمليه اللي هو determining their proper treatment، بعمل عمليه اللي هو تحديد العلاج او الآلية المناسبة للعلاج عن طريق اللي هو تحديد الاهداف، تمام، اللي انا بدي اياها من خلال هاي الدايجنوزس او من خلال هاي التريتمنت. يعني في عندي prioritizing for nutrition diagnosis عن طريق اللي هو بعمل consultation للguidelines اللي العلاقة بالdietetics او العلاقة بالتغذية، بعمل اللي هو مراجعة للpolicies في الهيلث كير فاسيلتي اللي انا عندي موجوده، بشوف اللي هو السبيسيفيك داتا ريكومنديشنز بعملها مراجعه، بعمل اللي هو كونفيرنج وذ ذا بيشنت اور كير جيفر، بتناقش مع المريض نفسه او حتى اللي هو
مقدمي الخدمة أو الرعاية الصحية. كل هذا عشان أنا أعمل عملية هو تحديد الأهداف واللي هو المخرجات المتوقعة من اللي هو النيوتريشن كير اللي أنا بدي أقدمها للمريض. إذا أنا في عندي prioritizing for nutritional problems اللي أنا حددتها، بشوف الأولويات الموجودة عندي عشان أحدد العلاج المناسب، واللي هو تحديد الأهداف بحيث أنه أنا أشوف إيش المتوقع عندي من هاي التريتمنت أو الكير. المكون الثاني هو الامبلمنتيشن، يعني بداية اللي هو عملية الإعطاء النيوتريشن كير نفسها. قمنا بعملية اللي هو التخطيط، الآن بدنا نقوم بعملية التنفيذ. تمام؟ عملية اللي هو التنفيذ تبعت النيوتريشن كير بشكل أساسي بده يكون أنا في عندي communication with the patient نفسه، بده يكون أنا في عندي تواصل مع المريض، تواصل مع الكير جيفر، تواصل مع الزملاء. بدي أعمل عملية اللي هو تنفيذ بشكل أساسي لل specific or necessary treatment، وبدي أعمل عملية اللي هو تعديل للبلان اللي موجودة عندي وقت الاحتياج. إذا بده يكون عندي documentation توثيق الـ nutrition care plan، يعني أنا بقدرش إنه أنا أقوم بعملية النيوتريشن كير بلان هذه بشكل عشوائي، بشكل اللي هو اجتهاد ذاتي. لازم يكون في عندي دوكيومنتيشن توثيق للعمليه كلها، بنسميه الميديكال ريكورد، وحنشوف احنا في الجزء العملي كيف عمليه اللي هو دوكيومنتيشن بتتم. بدنا بقى عمليه اللي هو مناقشه للنيوتريشن كير بلان نفسها هذه مع المريض او حتى الكير جيفرز المقدمي الرعايه او الخدمه. بدنا بقى individualization of the treatment for the patient، بتعني اللي هو نوعا ما نسميها تقييم الخدمة أو العلاج حسب الحالة المرضية اللي عندي. في نفس الوقت بدي أعمل عملية هو استمرارية في جمع البيانات والتوثيق في حال إنه صار في عندي تغير في الحالة. بدي أعمل عملية هو ريفيجن أو مراجعة للنيوتريشن كير بلان بحيث انها تضمن دائما اللي هو الحصول المريض او البيشنت عندي على اعلى خدمه تغذويه موجوده. في عمليه تنفيذ الرعايه التغذويه في عندي بعض الابروتشز والمناهج او الطرق اللي من خلالها ممكن انا اقدم الرعايه التغذويه للمريض. على سبيل المثال في عندي لونج تيرم دايتري انترفنشن، لونج تيرم دايتري انترفنشن. طبعا بعين الاعتبار ناخذ انه قبل ما ندخل في هذا الموضوع، ان نيوتريشن كير بلان لابد ان تتضمن يعني نوعا ما يسمى بالدايتري موديفيكيشن، بعض التعديلات التغذويه، عشان نحاول نضمن الكومبلاينس تبع المريض بشكل اساسي، يعني التزام المريض بهذا النيوتريشن كير. لابد ان تكون الخطه اللي عندي او البلان يعني كومباتبل او ملائمه لرغبات المريض وقدراته، بحيث انه اذا ما كانش هو مشترك معي اساسا في هاي الخطه او هاي العمليه اكيد هتفشل. التحدي عندي هان اذا كانت الخطه اللي انا بدي اقدمها للمريض او التغيرات التغذويه هاي طويله الامد، وبالتالي هان نوعا ما كل ما طالت المده هيقل عندي التزام المريض، وبالتالي هنا بينتج عندي احد الابروتشز فور نيوتريشن كير بسميها اللونج تيرم دايتري انترفنشن. لما بدي اخذ بعين الاعتبار اللونج تيرم تشينجز اذا كانت ضروريه او لازمه، لابد انه تراعي البلان تبعتي the person's current food practices، يعني السلوكيات المتعلقة بالطعام الحالية، the person's lifestyle، the degree of motivation، يعني درجة الدافعية تبعته انه يقوم بهاي التغيرات. any behavioral change هو عبارة عن process، يعني اي تغير في السلوك هو عبارة عن عملية. العملية هاي بتحدث في نسميها خلينا نحكي stages او levels. تمام؟ عشان هيك اخذ بعين الاعتبار انه ممكن يكون في عندي اكثر من جلسه مع المريض بنسميها كونسلتيشن او كونسلنج تلزم عشان المريض يبدا في عمليه تطبيق البيهيفيرال تشينج. طيب
بعض الابروتشز اللي ممكن تساعدني في عملية تطبيق او تنفيذ اللونج تيرم دايتري تشينجز هي انه ابدا في عمليه ديتيرمينج ذا انديفيدجوالز ريدنس فور تشينج، ابدا احدد اللي هو جاهزيه المريض او الشخص الامامي للتغيير. في بعض الاحيان الاشخاص ممكن يكون في عندهم ليتل ديزاير تو تشينج، يعني في عندهم رغبه يعني قليله جدا انه يغير سلوكياته التغذويه. حتى الاشخاص اللي في عندهم الدافعيه والرغبه القويه انه يغير من سلوكياته في بعض الاحيان لسه ما بيكونش جاهز انه يبدا او ياخذ الخطوات المناسبه. من هنا بيجي دور الهيلث براكتيشنر انه ياخذ بعين الاعتبار جاهزيه المريض نفسه انه يبدا في عمليه اللي هو تبني سلوك جديد او تبني سلوكيات او تصرفات تغذويه جديده عشان يبدا ينفذ الخطه التغذويه احنا حكينا عنها موضع الحديث. ابروتش ثاني عشان نطبق الدايتري او اللونج تيرم دايتري انترفينشن اللي هو امفسايز وات تو ايت راذر ذان وات نوت تو ايت، يعني خطوه ثانيه تساعدني انه انا اركز على ايش تاكل مش ايش ممنوع تاكل. تمام، بمعنى انه انا اركز على الاطعمه اللي انت تضمنها في نظامك الغذائي اللي احنا حنطبقه افضل من انواع الطعام اللي انت مفروض تنحرم منها او تمنع دخولها، وبالتالي هذا بيخلي التغيرات التغذويه اللي احنا حنعملها يعني مور اتراكتيف، اكثر قابليه، اكثر يعني جاذبيه، بحيث انه يبدا المريض بتبنيها. على سبيل المثال مثلا ممكن ناخذ بعين الاعتبار انه تشجيع بعض اللي هو الفواكه والخضار الاضافيه بنلاقي اكثر جاذبيه نوعا ما من انه اقول للمريض لا ابعد عن الزبده، ابعد عن اللي هو الايس كريم، ابعد عن مثلا اللي هو الكريمي صوصز. لما اقول له ممنوع 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 وتعرفين كل ممنوع مرغوب نوعا ما هيك بحسس المريض اللي قدامي او البيشنت انديفيدجوال انه مقيد، لكن اطرح عليه خيارات جديده نوعا ما هيك بتكون الخطه اللي عندي ذات قابليه اكثر. طريقة أخرى عشان تسهل علي اللونج تيرم دايتري انترفينشن اللي هو suggest only one or two changes at a time. ما أبداش أقول له إنه كل اللايف ستايل تبعك غلط ونبدأ تغييره مرة واحدة، لا. في كل لقاء يفترض إنه أنا أعمل عملية اللي هو تغيير في واحد أو الاثنين بالكثير. لأنه بنلاحظ إنه الأشخاص عندهم أكثر قابلية إنه يتبنى تغييرات يعني التغذوية أو بشكل عام التغييرات إنه يتبناها أو يرغب في إحداثها أو تنفيذها إذا كانت نوعا ما ما تحدث تغيير جذري في حياته أو في سلوكياته. وبالتالي كل فترة نبدأ بتغيير سلوك خاطئ واحد أو اثنين step by step بحيث إنه يبدأ عندي اللي هو سلوك يأخذ منحى جديد بعد فترة زمنية طويلة. عشان هيك سمينا إحنا long term dietary intervention. Another approach to nutrition care بنطلق عليه اللي هو nutrition education. nutrition education nutrition education بيتيح عندي للمريض انه يتعلم سلوكيات جديدة عن الدايتري فاكتورز او العوامل التغذوية اللي ممكن تأثر على الحالة المرضية تبعته. يعني nutrition education بيتيح للمريض انه يتعلم عن الدايتري فاكتورز affecting their particular medical conditions. طبعا ناخذ بعين الاعتبار انه في النيوتريشن ايدوكيشن لازم انظر الى البيرسونز ايج، عمر المريض اللي عندي، انظر الى الليترسي ليفل يعني المستوى التعليمي تبعه بشكل اساسي، الكالتشرال باك جراوند الخلفيه الثقافيه والخلفيه الاثنيه العرقيه تبعته، الليرنينج ستايل على سبيل المثال شود بي كونسيدرد بشكل اساسي، لانه يعني بالنسبه للليرنينج ستايل اللي هو بنسميه اليه التعلم، كيف هو بيحب يتعلم. يعني في بعض الاحيان بنلاحظ انه بعض الاشخاص بيتعلموا بشكل اساسي باللي هو الدسكشن، يعني عن طريق اللي هو افتح معاه نقاش سؤال وجواب هيك بيتعلم وبترسخ الفكره براسه اكثر.
في بعض الأحيان بنلاقي الأشخاص ممكن اللي هو يتعلم مثلا بالريتن ماتيريال، أعطيه بروشور. بعض الأشخاص ممكن يتعلم بيه اللي هو على سبيل المثال بالفيجوال اكزامبلز، يعني اللي هو المقاطع الفيديو على سبيل المثال. إذا هذا بنسميه اللي هو الليرنينج لايف ستايل، بمعنى أن الانفورميشن ممكن أنا أعطيها عن طريق هو فيس تو فيس وان تو وان سيشن، تمام، أو حتى جروب سيشن، يعني اللي هو عن طريق اللي هو بنسميها مجموعة، أو حتى اللي هو فيس فيس وان تو وان، تمام. هذا بالنسبة للنيوتريشن education approach for nutrition care. Another approach بنسميه له follow up care، يعني عشان نحصل على الحد الأقصى من النجاح اللي أنا بطمح له من خلال تقديم هذه الرعاية التغذوية، الهيلث براكتيشنر بشكل أساسي لابد إنه يعمل عملية اللي هو تقييم دورية لقياس مدى فعالية النيوتريشن كير بلانز اللي احنا بنعملها. طيب، عملية هو المتابعة الدورية بتتضمن انه انا اعمل عملية هو مقارنة ل relevant outcomes، بمعنى انه انا المخرجات تبعت الفولو او مخرجات النيوتريشن كير اللي انا بعملها، بدي اعمل عملية اللي هو مقارنة مع الأهداف، بعمل عملية اللي هو مونيتورنج أو تقييم، وبالتالي بعمل عملية اللي هو adjustment أو تعديل للخطة التغذية تبعتي إذا كان في عندي اللي هو تقصير عن الهدف اللي أنا حطيته في هذا المستوى المعين. يعني لما بدي أعمل عملية اللي هو مقارنة للـ outcome measures على سبيل المثال، في بداية الأمر مثلا بيكون في عندي نفترض diabetic patient في بداية اللي هو تطبيق الـ nutrition care plan عندي، كنا مختين اللي هو الـ blood glucose تبعه على سبيل المثال HbA1c. بعد هو مثلا فترة من تطبيق هاي الخطة بروح بعمل عملية فحص للسكر تبع الدم وبنقارن هل في أنا عندي تحسن أو ما فيش عندي تحسن، وبالتالي هذا نوعا ما بيشجع المريض للقيام بالتغيرات المطلوبة. وفي نفس الوقت أنا باخذ صورة واضحة عن انه هل الخطة تبعتي التغذوية او الرعاية اللي انا بقدمها فعالة ولا مش فعالة. اذا مش كانت مفيش فعالية فيها، فبالتالي بدي اعمل adjustment، اعمل تعديل للكير بلان عندي حسب ما يكون الاحتياج. الان نيجي نتكلم عن dietary modifications او التعديلات التغذوية اللي احنا ممكن نقدمها او نعملها للمريض خلال تقديمنا للنيوتريشن كير بلان. في بعض الأمراض ممكن المريض يقابل احتياجاته من السعرات الحرارية أو حتى النيوترينز بكل بساطة عن طريق اللي هو يعني تناول الستاندرد دايت، ما فيش في عندي أي تغيير. لكن في بعض الحالات الأخرى لابد يكون في عندي عملية اللي هو adjustment أو تعديل للإنرجي أو حتى النيوترينت انتيك، أو حتى نعمل عملية modification للدايت ضرورية جدا عشان أنا أقابل احتياجات المريض في هاي الحالة المرضية سواء كان من النيوترينت أو حتى الإنرجي. طبعا في الموديفايد دايت اللي هو الدايت اللي سهله موديفيكيشن او تعديل، تحتوي على اطعمه على سبيل المثال تبع حشوف كمان شويه التكستشرز او القوام تبعها معدل او متغير، ممكن يكون في عندي القوام نوعا ما متغير، ممكن عندي النيوترينت كونتنت تبعها متغير، تمام، او حتى في بعض الاحيان يكون احذف منها بعض اللي هو النيوترينت او بعض الفود اللي موجوده عندي. لكن في البدايه الدايت الموديفيكيشن خلينا نتعرف على determining of energy requirements، تحديد احتياجات المريض من السعرات الحرارية أو من الطاقة. الآن بالنسبة لـ energy intake in hospitalized patient، في عندي أكثر من معادلة زي ما تعرفنا عليها الفصل الماضي. في عندي ما يسمى resting metabolic rate، طبعا هذا بيتم تحديده أو حسابه بشكل أساسي بالclinicians اللي هو الأطباء. الريستين ميتابوليك ريت بيتم عمليه اللي هو ادجستمنت له تعديل بضربه في فاكتور بنسميه الستريس فاكتور. في بعض الاحيان ممكن انا احط اكتيفيتي ليفل، لكن زي ما احنا عارفين ان الهوسبيتالايز بيشنت ما بيعملش اكتيفيتي بشكل اساسي. اكثر من معادله ممكن اخذها في عين الاعتبار عشان احسب من خلالها الريستين ميتابوليك ريت، في عند الهاريس بنديكت زي ما شفنا للوومن تختلف عن الميم، مفلت سانت جوز الموم تختلف عن الميم، وايضا بيكون في عندي اللي هو الستريس فاكتور اللي بينضرب في اللي هو الريستنج ميتابوليك ريت. لكل مرض او كل حاله مرضيه في عندي ستريس فاكتور بيتم اللي هو عمليه المالتيبليكيشن
او ضربه في ريستك ميتابوليك ريت عشان يطلع احتياج المريض عندي من السعرات الحراريه. طريقه اخرى لحساب الانرجي انتيك في الهوسبيتالايز بيش بسميه الاندايركت كالوريمتري، اندايركت كالوريمتري، وهي طريقه بتعطيني اللي هو مور اكيوريت فاليوز فور ريستك ميتابوليك ريت. وطبعا الاندايركت كالوريمتري من خلالها انا بعمل عمليه اللي هو تقدير الانرجي اكسبندتشر عن طريق قياس الاكسجين كونسومشن او كربون دايوكسيد برودكشن. يعني بعمل عمليه القياس للاكسجين، استهلاك الاكسجين او اخراج ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي عن طريق معادلات معينه بنقوم بحساب الريستنج ميتابوليك ريت. وطبعا بينضرب او بصير المالتيبليكيشن بالستريس فاكتور عشان يطلع التوتال انرجي اكسبندتشر تبع المريض. طيب شغله ثانيه عندي بالدايتري موديفيكيشن او تحديد اللي هو احتياج المريض بنسميها الموديفايد دايت، موديفايد دايت او بنسميها الثيرابيوتيك دايتس. موديفايد دايت او ثيرابيوتيك دايتس هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن دايتس انواع معينه من الانظمه الغذائيه بتحتوي على اطعمه، الاطعمه هذه يصير لها التريشن او تغيير سواء كان في التكستشرز الكونسستنسي او حتى نيوتريانت او فود كونتنت، يعني بمعنى انه انا بضيف عليها بعض النيوتريانت او الفود او بحذف منها او بزيل بعض النيوتريانت او الفود. ايش الهدف الاساسي من وراء اعطاء الموديفايد دايت؟ ايش الاسباب؟ بمعنى انه انا بحاول اخف على المريض صعوبات في المضغ او الابتلاع، بحاول انه انا اعمل عمليه كوركشن او تصحيح لمالي نيوتريشن حاله من سوء التغذيه الموجوده عند المريض، بحاول انه من خلال هذه الموديفايد دايت انه انا اخفف من اعراض المرض او بقلل من احتمال اللي هو تطور الكومبليكيشنز او المضاعفات الناتجه عن هذا المرض او الحاله المرضيه المصاب فيها البيشنت اللي عنده. الان بعض الامثله على الموديفايد دايتس على سبيل المثال، في عندي ما يسمى الميكانيكالي التر دايت. ميكانيكالي التر دايت، الميكانيكالي التر دايت بيحتوي على بعض الانواع من الاطعمه اللي صار لها عمليه موديفيكيشن ان تكتشر في القوام. على سبيل المثال في عندي بيوريد دايت، الاطعمه اللي هو المهروسه اللي هي بتحتوي على البيوريد فود، فقط اطعمه مهروسه. الاطعمه المضروبه على سبيل المثال في الخلاط هي عباره عن اطعمه صلبه، صار لها عمليه هو الماشينج او الهرس، الفرم او الطحن، وصارت عباره عن سوفت. هذه بنسميها ميكانيكالي التورد دايت. تمام، يعني هي عباره عن اطعمه صار لها عمليه هو ايش؟ التوريشن او تغيير في القوام ميكانيكالي، يا اما هرستها او فرمتها او طحنتها وبالتالي اصبحت ايش؟ اصبحت ناعمه. طيب ايش اللي هو الاستخدامات تبعت الميكانيكالي التورد دايت؟ طبعا بتستخدم للناس اللي بيعانوا من صعوبه في الابتلاع او في عندهم اللي هو يعني صعوبه في التحكم في اللسان او حتى الشفاه، او في عندهم اللي هو حساسيه في الفم. الميكانيكال سوفت دايت نلاقيها مناسبه بشكل اساسي للناس اللي في عندهم مشاكل في المضغ او في عندهم اعاقه في عمليه الابتلاع، عشان هيك يعطيهم نوعا ما طعام سهل الابتلاع وما بيحتاجش الى اللي هو يعني عمليه مضغ كبيرة. النوع الثاني بنسميه بلندرايزد دايت، بلندرايزد ليكويد دايت. الان اصبح عندي هنا ايش؟ الطعام في التكستشر او الكونسستنسي في القوام بيتحول الى سائل اكثر، يعني هو عباره عن طعام بيحتوي على فلويدز بشكل اساسي، بيحتوي على اطعمه اللي هي بيتم ضربها بالخلاط بحيث انه تصبح في الشكل الليكويد او الشكل السائل. تمام، طبعا هذا الطعام لمين بنستخدمه؟ للناس اللي ما بتقدرش تمضغ بالمره. قلنا قبل في الميكانيكالي التر دايت الناس بتعاني صعوبه بالمضغ، لكن هذا الطعام اللي بنسميه بلندرايز دايت ليكويد دايت هو عباره عن الناس اللي او الاشخاص اللي ما فيش في عندهم امكانيه انه يصير عندهم تشوينج، عشان هيك هذا الطعام بنلاقي على طول بيبتلع، والناس اللي في عندهم امكانيه نهائيا انه يتناول طعام سوليد او صلب بنستخدم له البلندرايز ليكويد دايت. النوع الثالث من الموديفايد دايت اللي هو صار له موديفيكيشن في التكستشرز او الكونسستنسي بنسميه كلير ليكويد دايت. كلير ليكويد دايت هو عباره عن ايش؟ هو عباره عن دايت كلير ليكويد، يعني سائل صافي. تمام، بحيث انه بيحتوي على كلير فلويدز او كلير فود اللي هي عباره عن ليكويد ات روم تمبريتشر،
اللي هي ما بتسيب، يعني ايش يعني كلير او صافي؟ يعني ما فيش فيها ريزيجوز، ما فيش فيها بقايا توصل القولون نهائيا او الامعاء الخليطه. طب اللي مين هذول؟ هذول بيكون الناس اللي بيكون في عندهم مشاكل في القولون، بمعنى انه الاشخاص اللي بده احضروا لاجراء عمليه في القولون او عمليه منظار القولون، الناس اللي في عندها على سبيل المثال بعد اجراء عمليه جراحيه في الامعاء بشكل اساسي، يعني في عنده مشاكل في القناه الهضميه، او مرحله انتقاليه بعد التيوب في الاي في فيدنج، يعني كان بيتغذى على الوريد، بدي ابدا انا ادخله على التغذيه عن طريق الفم، لازم يبدا اللي هو بالكلير ليكويد دايت كمرحله انتقاليه، تمام؟ وبالتالي هذا بيستخدم فور شورت تيرم اونلي، لفتره زمنيه قصيره. اذا هذه الموديفيكيشن اللي هي عباره عن ايش؟ ان تكتشر اند كونسستنسي، اللي هي في القوام تبع الدايت الموجوده عندي. Another modification هو عبارة عن modification of a nutrient or food content، عملية تعديل العناصر الغذائية أو حتى اللي هو الطعام الموجود عندي، سواء كان بالإضافة أو حتى بمين بالحليب. في عندنا على سبيل المثال fat control diet، fat controlled diet بمعنى أنه هذا من اسمه أنه أنا بعمل عملية limitation للـ dietary fats، تمام؟ أقل من 50 جرام في اليوم بنسميه low fat diet، وفي عندي فيري لو فات دايت بسميها اقل من 25 جرام في اليوم من اللي هو الفات انتيك. طب مين هذول؟ هذا الناس اللي في عندهم مال ابزوربشن او عمليه اللي هو سوء الامتصاص على سبيل المثال، بتظهر عندهم اعراض اللي هو الاسهال، الانتفاخ، او بسميه الاستاتوري او اللي هو الفيكال فات، نتيجه اللي هو بصير عنده فات انتولرانس او عدم اللي هو قبول لا الدهون بشكل اساسي. النوع الثاني بنسميه الفايبر ريستريكتد دايت، بمعنى انه انا بعمل عمليه هو ليميتيشن او تقليل للدايتري فايبرز. طبعا عمليه هو ريستريكشن بتعتمد على حاله المريض نفسه وليش انا بعمل ريستريكشن. طيب لمين بستخدم انا الفايبر ريستريكتد دايت؟ الناس اللي في عندهم اللي هو الانتستينال ديس اوردر، انتستينال ديس اوردر. ليش؟ عشان اقلل من حجم الفيسز اللي بتتكون داخل القولون او اللي هو البراز، لانه الفايبر طبعا ما بينهضمش وبالتالي حيروح لا القولون وتهيمن ريزيديو، وبالتالي حيصير في عند المريض اللي هو تكون الفيسز. الناس اللي او البيشنت اللي انا بدي ادخله عمليه جراحيه على سبيل المثال، بعطي له الفايبر ريستريكتد دايت بحيث انه ما يكونش في عندي اللي هو تكون الفيسز، بالتالي يكون في عندي تجهيز لاجراء عمليه داخل القولون. طبعا هذا بنقول عنه فور اكيوت يوز اونلي، فقط لفترات زمنيه قصيره، نوت ريكومندد فور لونج تيرم يوز. نوع اخر من الكنترول او موديفيكيشن اوف دايت بنسميه صوديوم كنترول دايت، اللي هو التحكم او نظام غذائي متحكم فيه في الصوديوم، وبالتالي هنا في عندي ليميتيشن او تقليل دايتري صوديوم. طبعا عمليه اللي هو ريستريكشن او درجه الريستريكشن بتعتمد على اللي هو السيمبتومز او الاعراض او حتى الديزيز سيفيريتي. بنستفيد منه في تقليل البلاد بريشر عشان نعمل بمنع للفلويد ريتينشن او احتباس السوائل، يعني بستخدمه في حالات الهايبرتنشن، بستخدمه في حالات الهارت فيلير، او بستخدمه في حالات اللي هو مرض الكلى على سبيل المثال، او امراض الكبد. نوع اخر من الموديفايد دايت اللي هي في النيوتريانت اور فود كونتنت بنسميه هاي كالوري هاي بروتين دايت، نظام غذائي غني بالسعرات الحراريه وغني بالبروتين، بيحتوي على اطعمه، الاطعمه هذه عاليه في السعرات الحراريه وايضا غنيه وعاليه بالبروتينات. طيب لمين بنستخدمه هذا؟ بيستخدم للبيشنتس او الانديفيدجوالز اللي بيكون في عندهم احتياجهم من البروتين والسعرات الحراريه عاليه جدا، على سبيل المثال زي الكانسر بيشنتس، الايدز بيشنت، الناس اللي في عندهم بيرنز او الحروق، التروما، الاصابات وبعض الحالات المرضيه الاخرى. بستخدمه عشان ايش؟ اعمل عمليه هو ريفرسال للمال نيوتريشن، عشان اعكس مرض او حاله سوء التغذيه اللي موجوده عنده، عشان احسن من نيوتريشنال ستيتس، او حتى عشان اعمل زياده في وزن الجسم تبع المريض. في dietary modifications بالنسبة للميكانيكال ألتر دايتس، الأشخاص اللي بيستفيدوا من هذا النوع من عملية modifications هم الناس اللي حكينا اللي في عندهم difficulty في chewing or swallowing، يعني صعوبة في المضغ أو صعوبة في الابتلاع. هاي الحالة بنسميها dysphagia. dysphagia اللي هي عبارة عن impaired swallowing، خلل أو صعوبة في عملية الابتلاع. الدسفيجيا دايتس ار هايلي individualized، بمعنى انه هاي طبعا specific for each patient، لانه مشاكل الابتلاع بتختلف في حدتها ما بين شخص الى اخر او بين شخص الى اخر، وايضا بيصير في عندنا fluctuation، تقلبات مع اللي هو مرور
الزهر، وبالتالي ما بيكونش اللي هو عام لكل المرضى، لا في عندي انا فلكشويشن في الحالة المرضية اوفر تايم، وبالتالي لازم يكون انا في عندي ما يسمى ب اللي هو الاندفجواليزيشن بشكل اساسي. في الميكانيكال ارتر دايت الشكل تبع الدايت يا اما بيكون بويد زي ما حكينا مهروس، بيكون اللي هو مطحون او بيكون حتى مفروم، او بشكل اساسي سوفت يعني بيكون طري. على سبيل المثال الأطعمة اللي بتكون داخلة ضمن فئة الميكانيكال ألتر دايت على سبيل المثال من منتجات الألبان، في عندي اللي هو الحليب نفسه، في عندي اليوغرت، في عندي البودينج، في عندي الكاسترد، هذه من ضمن البيوريد دايت. في عندي مثلا من ضمن الفواكه، الفواكه بشكل عام تكون بيوري زي ما حكينا اللي هو مهروسة، أو حتى اللي هو العصائر تبعتها لكن بدون بالب بدون اللب. البذور بدون اللي هو البذور تبعتها، بدون القشرة تبعتها، بدون حتى القطع الموجودة عندي. الموز ممكن يكون برضه مهروس، ممكن يكون اللي هو صلصة التفاح. الفيجيتابلز برضه لازم تكون بيوري كوكت فيجيتابلز بدون اللي هو القشور أو حتى البذور بشكل أساسي. البطاطا مهروسة. اللحوم وبدائل اللحوم هذه لازم تكون برضه زي ما قلنا يا إما اللي هو مهروسة ناعمة يعني بدون اللي هو فايبرز موجودة عندي، لازم تكون اللي هو الهوموجينوس موجودة عندي. الحمص على سبيل المثال برضو يعتبر ممتاز في الميكانيكال ألتر دايت. الخبز والحبوب لازم برضو يكون اللي هو ناعم، ما فيش في عندي اللي هو قطع. ممكن يكون عندي اللي هو سلاري بحيث انه انا يعني اجيب اللي هو الخبز واعمله ميكسنج وذ ليكويد، يعني اعمله خلط مع اللي هو بعض السوائل على اساس نخلي القوام تبعه نوعا ما زي اللي هو طري وقابل للبلع. الميكانيكالي سوفت دايت زي ما احنا شايفينها نفس الفكرة عندي، الحليب واليوغرت تقريبا نفس الشيء في البيوري دايت. في الفروتس اللي هو canned or cooked fruits without seed or skins. الميتس اند ميت برودكت جراوند بنس بريدز اند سير، يعني الفكره عندي هان بشكل اساسي انه ما يكونش في عندي قطع او حبيبات صلبه موجوده في هذا الطعام، بحيث انه يكون اللي هو نوعا ما بيوريد تمام، او حتى فيري فيري سوفت ماشت جراوند بنس، ما فيش في عندي اي قطعه بتحتاج الى مضغ، يعني فقط انا باخده عن طريق الفم وبالتالي بيتم ابتلاعه، ما بيحتاج الى جهد في عمليه المضغ والابتلاع. النوع الثاني من الموديفايد دايت زي ما حكينا في الكونسستنسي بلندرايزد ليكويد دايت، هنا نوعا ما دخلنا على ايش؟ دخلنا على الليكويد دايت، وبالتالي الاطعمه بتكون متاحه من المجموعات الغذائيه كلها بشكل اساسي. اي طعام عندي باجي بروح بضربه بالخلاط، بعمل عمليه اللي هو السيفنج او عمليه اللي هو التصفيه، بصفيه بعد ما اضربه بالخلاط، وبالتالي بصير في عندنا هو ايش؟ بلندرايزد ليكويد دايت. كلير ليكويد دايت زي ما حكينا هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن سوائل with minimal residues. هذا المشكلة أنا عندي أصبحت مش في المضغ والابتلاع، لا أنا صار في عندي اللي هو الكلير ليكويد دايت، الطعام هذا اللي أنا بدي أخذه بدوش يحتاج إلى أي عملية هضمية، يعني ايش؟ بيحتاج minimal digestion، يعني على طول بيكون اللي هو بيمتصه، بالتالي سهل الامتصاص عشان ما يشكلش شبع على القناه الهضميه وما يتركش بقايا تروح على القولون. الفات ريستريكتد دايت دخلناها في الكونسيستنت، دخلنا في اللي هو الفود كونتنت، طبعا بقلل الدهون زي ما حكينا اللو فات دايت اور فيري لو فات دايت، لكن بديش انا اكون في الفات ريستريكتد دايت تو ريستريكتيف، يعني بديش انا امنع الدهون نهائيا. ليش؟ لانه الدهون تعتبر مصدر مهم جدا من مصادر الطاقه، كل جرام بيعطيني 9 كيلو كالوري من الدهون. لو فايبر دايت طبعا انا بقلل من الفايبر انتيك في حالات اللي هو المشاكل المعويه الحاده قبل او بعد العمليه الجراحيه. طبعا زي ما حكينا قبل شوي انه ما بشجع انه انا استمر باللو فايبر دايت لفتره زمنيه طويله، لانه حيصير في عند المريض كونستبيشن وبعض المشاكل الاخرى من ضمن الابندسايتس. لو صوديوم دايت زي ما حكينا بقلل الصوديوم عشان اعمل يعني منع او تصحيح لاحتباس السوائل،
تقريبا من 2000 إلى 3000 ملي جرام من الصوديوم، يعني تقريبا بيطلع 5 جرام من الصوديوم كلورايد أو الملح. الهاي كالوري هاي بروتين دايت، هنا أنا بزيد سعرات حرارية، بزيد البروتين عشان زي ما حكينا أصحح من النيوتريشن ستيتس اللي عنده، أعكس المالنيوتريشن أو حتى أعمل عملية اللي هو الويت جين عند الماني. بعض الأطعمة اللي أنا ممكن أدخلها في الهاي كالوري هاي بروتين منيو اللي ممكن تكون موجودة عندي، من ضمن اللي هو مجموعة الألبان، الحليب كامل الدسم على سبيل المثال، ميلك شيك، التشيز، آيس كريم، الفروتس، في عند الدرايد فروتس غنية جدا بالسعرات الحرارية، الأفوكادو برضو تمام، الفيجيتابلز هاي كالوري فيجيتابلز زي البطاطا، الذرة، البازلاء، الميتس اند هاي بروتين فود، يعني كل اللي هو اللحوم بشكل أساسي تدخل في الهاي بروتين دايت، سواء كانت اللي هو أسماك، لحوم حمراء، الدواجن. ممكن أنا إذا بدي أزود السعرات الحرارية تبعتي ممكن أنا أحضرها عن طريق القلي أو أضيف عليها بعض الكريمي صوص بشكل أساسي. البريد أند سيريالز، الحبوب أو الخبز، المعكرونة، الأرز، البسكوت، البيفرج، المشروبات اللي هي مشروبات زي العصائر، المشروبات المحلاة، هذه كلها تعتبر إيش من ضمن الأطعمة اللي ممكن أنا أضمنها داخل الهاي كالوري هاي بروتين دايت. الآن في عندي بعض الفاريشنز اللي أنا باخذها بعين الاعتبار ان دايت اوردرز، يعني الفيزيشن أو الطبيب هو المسؤول عن prescribing an appropriate diet، هو المسؤول أنه يحط أو يصف أو يطلب اللي هو appropriate diet. طبعا بيعتمد على مين؟ بيعتمد على بشكل اساسي على الدايتيشن اخصائي التغذيه او حتى انه يستقم التمريض انه يعمل عمليه ريكومنديشن لتغيير هذا الدايت اوردر لما يكون في عندي داعي لعمليه التغيير. الدايت بروجريشن، عمليه التغيير او التطور في الدايت موديفيكيشن، يصير في عندي دايت تشينج، تغير في الدايت، يعني حسب اللي هو تحمل المريض او قدره المريض او تحسن حاله المريض في تحمل نوع آخر من أنواع الطعام. بمعنى أنه any change in diet حسب حالة المريض الصحية اللي عندي، هذا بنسميه diet progression، اللي هو عبارة change of diet change as a patient food tolerance improves. بمعنى ممكن اللي هو الدايت اوردر اللي عندي انا بيقول progress diet from clear liquid to regular diet as tolerated. كيف؟ يعني انه بينتقل الدايت اللي عندي من كلير ليكويد دايت تو ايش؟ تو ا ريجولار دايت، لا دايت عادي طبيعي از توليريتد، حسب التحسن في حاله المريض. هذا بنسميه الدايت بروجريشن، يعني ممكن نقول انه هو بروجريس دايت فروم لو فايبر دايت، لو فايبر دايت تو ا ريجولار دايت، يعني بعد اجراء العمليه الجراحيه في القولون بنقول انه بيتم اللي هو التحويل من low fiber diet to a regular diet، لكن متى؟ as tolerated، حسب ما تتحمل الحالة اللي عندي. في بعض الأحيان ممكن يمر علينا ما يسمى ال NPO non-per-os، بمعنى nothing per mouth or nothing by mouth، اللي هو عبارة عن إيش؟ nothing by mouth هو عبارة عن order not to give the patient any food by mouth، any food beverages or medication whatsoever by mouth، يعني لا يتم إعطاء المريض أي شيء عن طريق الفم. طبعا هذا بيستخدم بشكل أساسي في بعض اللي هو الأكيوت illnesses أو الدياجنوستيك تيست اللي هو من ضمنها الحالات المرضية اللي لها علاقة بالقناة الهضمية. من ضمن الفاريشنز ان دايت اورثوز في عندنا alternative feeding routes، alternative feeding routes هذه كل الفيدنج routes الآن الطرق الطعام أو إعطاء الطعام هي عن طريق الفم. طب في عندي طرق بديلة اللي هي تشكل variations في الدايت أورد، هي عبارة عن التيوب فيدينج، تيوب فيدينج التغذية الأنبوبية، بمعنى أن في عندي ليكويد فورمولا، ليكويد فورمولا تركيبة سائلة بيتم توصيلها مباشرة للأمعاء أو حتى المعدة عن طريق تيوب أو أنبوب، وحنشوفه إحنا هذا في الشباتر القادمة. في عندنا ما يسمى parenteral nutrition، parenteral nutrition اللي هي التغذية الوريدية، تعطيني اللي هو النيوتريانت سوليوشنز المحاليل بتحتوي على عناصر غذائيه محدده عن طريق الوريد. طبعا هذا بنسميه الترناتيف فيد جراوز، طرق اخرى غير الطرق الطعام عن طريق الفم.